مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يطغى الحديث عن الكباش على كل موضوع، إلا أن هناك مواضيع لا تقل أهمية، ومنها وفرة الخضر وأسعارها. هو ما جعلنا نتنقل لسوق الجملة بخميس الخشنة لرصد الأسعار. كل السلع راهي متوفرة. قضية الأسعار مش راح نقول لك، أسعار منخفضة. منخفضة جدا. بالنسبة للقرعة ضربت مدة شهر ويدي راهي فين فرق. الحلو والحار 3.5 3000. يقول لك برا راه يدير 4000 و5000، هنا في السوق في المارشي دو كرو ما كاين لا 4000 لا 5000، هاي قدامك 1500 2000 25 ماشي تتباع كاع. رخص الأسعار هي السمة الغالبة على الخضر خاصة الموسمية منها، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تخص مواد يكثر الطلب عليها في العيد على غرار القرعة أو الكوسة. كاينة حاجة واحدة برك اليوم اللي بوجات شوية. الكورجات برك اليوم سوات من 6000 ل 7000. كما راك تشوف يعني الطوماطيش من الحار الحلو هذه السلعة راهم كامل يلوحوا فيها. الأسعار يعني مستقرة، ربما فيه انخفاض لبعض المواد كمادة اللوبيا اللي كندير من 100 دينار 140 دينار راه يدير من 50 70 دينار، مادة الجزر كندير 35 40 دينار راه يدير من 25 35 دينار، يعني فيه انخفاض لبعض المواد المتوفرة بقوة، وفي ارتفاع يعني مادة واحدة هي مادة الكوسة اللي القرعة اللي تطلب الجزائريين المائدة الجزائرية تطلبها بقوة في الفصل يعني في يوم العيد اللي ارتفعت يعني من كانت 20 دينار 15 دينار لحقت اليوم 60 دينار 65 دينار. وفرة كبيرة في غالبية أنواع الخضر مقابل إقبال ضعيف على اقتنائها هي الصورة العامة التي تطبع أسواق الجملة عشية عيد الأضحى المبارك.